طوق النجاة. والآن مع المادة. لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخرج الإمام النسائي والترمذي وغيرهما بسند جيد عن زر بن حبيش رحمه الله قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي، فلما رآني قال: ما جاء بك يا زر؟ قلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقال له: إنه قد حك في صدري شيء في المسح على الخفين، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهل عندك عنه شيء؟ قال: نعم، أمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام وليالهن. فقلت له: هل تذكر في الهوى شيئا؟ قال: نعم، بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري: يا محمد. فقلت له: ويحك، أغضض من صوتك، أولم تنهى عن هذا؟ فقال: والله لا أغضض. فأجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحو من صوته: ها أم، أي لبيك. فقال: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني ما مآله وما مصيره. فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. فلا زال يحدثنا حتى أخبرنا أن الله تبارك وتعالى فتح بابا للتوبة عرضه 70 عاما لا يغلق حتى تخرج الشمس من مغربها. هذا الحديث نمط يبين لك السيرة العملية للسلف. زر بن حبيش أحد التابعين الثقات، حك في صدره شيء ارتاب فيه والتبس عليه، فيمم وجهه شطر أعلم الناس وهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا كان السلف، لكن نحن الآن في محنة حقيقية، وسر هذه المحنة أن أكثر الناس لا يشعر بحاجته لأهل العلم، لا في المسألة الجليلة ولا الحقيرة. لا يحس بفقد العالم إلا السالك إلى الله، هو الذي يحس بفقد العالم كالمريض، هو الذي يحس بفقد الطبيب المتخصص. ولو قيل له: ما أمنيتك؟ لقال: أن ينشأ فرع في التخصص في المرض الفلاني. إن قلة العلماء في المجتمع دمار. تخيل بلدا فشى فيها طاعون جارف ولا يوجد فيها طبيب، لك أن تتصور عدد القتلى، عدد الموتى.
قد يقدر بمئات الألوف إذا لم يكن هناك أطباء يعالجون. أكثر الناس لا يحس بفقد العالم. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا فيما صح عنه قال: يأتي على الناس زمان يمر الحي على قبر الميت فيقول: يا ليتني مكانك. متى كان الموت خير غائب ينتظر؟ من الذي ينتظر الموت؟ أو يكون هو أفضل الغائبين الذي ينتظر؟ إنما يتمنى الموت من يخشى الكفر، هو الذي يتمنى الموت. الإنسان منا إذا مرض لا يرضى بممارس عام ولا بطبيب حديث التخرج ولا برجل مع ماجستير، بل قد يطلب البرأة في أبعد مناطق الأرض وعند أمهر الأطباء، فما باله إذا عرضت له مسألة في دين سأل مقيم الشعائر في المسجد وهو لا يدري شيئا. أغلب كثير من حالات الطلاق رجل يطلق المرأة وتكون فعلا بائنة بينونة كبرى لا تحل له، ويذهب لمقيم شعائر يسأله لماذا رضي بالدون لما سأل عن دينه، ولما أصابه مغص ولا أصابه مرض سأل عن أعلم أهل الأرض. زر بن حبيش حك في صدره شيء، ارتاب في مسألة جزئية ربما لا تخطر على بال الكثيرين، مسألة المسح على الخفين، فخرج من بيته يقصد أعلم الناس وهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال له: إنه قد حك في صدري شيء في المسح على الخفين، وكنت امرأ، أي الذي جعلني آتيك أنك امرؤ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، يعني مرائي، ما قصد وجه الله. عمل الظاهر صحيح لكن الباطن لا، لذلك ختم له بما يناسب عمله، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. فلا يحل لأحد أن يقول هذا في النار وهذا في الجنة. في الصحيحين من حديث جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: قال رجل لأخيه: والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي؟ قد غفرت له وأحبطت عمله. فإذا عرضت لك مسألة فارحل واسأل عن أعلم أهل الأرض وارحل إليه، دينك أغلى من بدنك ويستحق أن ترحل إليه، والرحلة إلى العالم لا تضيع عليك أبدا. سوف تتعلم إن لم يكن باللفظ فباللحن. قال عبد الله بن المبارك: كنت إذا شعرت بقسوة في قلبي أتيت الفضيل بن عياض، فإذا نظرت إلى وجهه جدد الحزن لي ومقدت نفسي. وقال جعفر بن سليمان الضبعي: كنت إذا أتيت محمد بن واسع رأيت وجهه كأنه وجه ثكلى. فكان يتعلم من اللحن. وكان محمد بن سيرين رحمه الله يرسل من يذهب إلى القاسم بن محمد لينظر إلى سمته ودله وهديه. لا تضيع الرحلة عليه، ولا زالت الرحلة في طلب العلم من سنن السلف الأول. تركب ساعة واثنين وثلاثة إلى العالم لن تضيع رحلتك عند ربك، حتى وإن ذهبت إليه ولم تجد. فهذه أول الفوائد في هذا الحديث، أنه إذا حاك في صدرك شيء اسأل العالم. ونحن نهيب في هذا المكان بإخواننا التجار ألا يخلو الصفقات من عالم. الأصل في البيوع الحل نعم، ولكن الكفرة هم الذين يمتلكون نواص الصناعات، ونحن صرنا أمة مستهلكة. فأنت بتذهب كتاجر إلى بلد من بلاد الكفر لتعقد صفقة، هذا الكافر يريد تحقيق أعلى الأرباح ويريد ضمان المبلغ، ف
فيشترط عليك ما يشاء، وقد يكون هذا الاشتراط ممنوع في ديننا وحرام، فلا يجوز لك أن تعقد الصفقة معه إلا بعد أن تسأل أحدا من أهل العلم. تعرض عليه الصفقة، أنا سأتاجر أو سأجلب البضاعة الفلانية والشروط المذكورة في العقد كذا وكذا وكذا، هل هناك شرط يخالف ديني؟ إذا قال لا انطلق على بركة الله، وإذا قال لك لا تفعل فلا تفعل، لا تفعل حتى يبارك لك. الإمام البخاري رحمه الله أبوه الناس لا يعرفون، لكن يعرفون البخاري، لا يعرفون إسماعيل بن إبراهيم. وكان إسماعيل بن إبراهيم رجلا تاجرا، لكنه كان لصيقا بأهل العلم، فلما حضرته الوفاة قال لابنه محمد الإمام البخاري: يا بني تركت لك 1000 درهم ما أعلم درهما فيه شبه. مش حرام؟ لا، تركت لك 1000 درهم ما أعلم درهما فيه شبه. ليه؟ لأنه لصيق بأهل العلم، أي صفقة يريد أن يعقدها بيسأل أهل العلم هل هذه في حرام؟ نعم لا يعقدها. فيها شبهة؟ نعم لا يعقدها. مع أنه لم يكن رجلا عالما، إنما كان لصيقا بأهل العلم، واستشارة أهل العلم مجانية لا تكلفك شيئا، لكن هذا يدل على خير ودين فيك. لمن تجمع المال؟ تجمع المال لمن كان يحقد عليك؟ والله أكون هذه فيها عبرة. بعض الناس يترك لبعض الوارثين الذين كان يبغضهم ويبغضون شطر ماله رغما عنه، كان معه المال في الدنيا، وهذا الذي سيرثه يحرمه من المال ويمنعه. لو انك انت حسبت الذي أخذه هذا الوارث من مالك لوجدت أنك عملت نحو 5 سنين 7 سنين 10 سنين لحساب هذا الرجل، لأنه أخذ من التركة ما يوازي هذا العمر. فلمن تعقد كل هذه الصفقات اللي فيها حرام وشبه؟ لمن؟ ليس هناك إنسان غال يستحق أن تدخل النار لأجله أبدا، ليس هناك إنسان يستحق هذا على الإطلاق، أن تدخل النار لأجله لا. يبقى هذه نصيحة ينبغي على العاقل الذي يعلم أنه سيلقى ربه غدا أن يمتثل لها ويستغفر الله مما مضى. فزر بن حبيش حاك في صدره شيء، كلما حاك في صدرك شيء سل عن أعلم أهل الأرض. هذه واحدة. ثانيا، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم معادن العلم، هم الذين عاينوا الوحي غضا طريا، وهم الذين رمقوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفهموا عنه، لم تلوث ألسنتهم عجمة ولا قلوبهم، فهم معادن العلم. فإذا أردت أن تبحث عن العلم والأدب والخلق والدين ففتش في سير هؤلاء. عليك بمذهب القرن الأول إذا أردت أن تنجو. إحنا في هذا الزمان حرب في المناهج، حرب مناهج. أنت تريد أن تصل إلى الله، وأنا سأضرب لك مثالا لتتبين حجم المحنة التي تعانيها وأنت لا تدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة،
وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فتخيل أمامك 73 بابا متجاورات، على كل باب رجل يدعو ويقول: أيها الناس هلموا، إن الجنة من هذا الباب. وإياك أن تلج الباب المجاور أو الذي يجاوره، فإنه يوصلك إلى النار، وإنت رجل تريد أن تدخل الجنة وعندك 73 باب مفتوح، وكل باب عليه واحد له لسان وله جدل وينمق الكلام. أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن. واحد من العلمانيين يعارض حد الرجم، أنا سأبين لك كيف يعرضون الشبه، لكنها لا تنطلي على أهل العلم ولا طلبة العلم ولا من التصق بعالم. يعارض حد الرجم، الرجم للزاني المحصن، إذا زنى الرجل بعد إحصان أو المرأة بعد إحصان، يعني بعد ما تزوج أو تزوجت، حكم الشرعي أن يرجم بالحجارة حتى يموت، هذا هو الحد. وكان هذا الرجم يتلى في كتاب الله عز وجل، ثم رفعت الآية وبقي الحكم، فاعترضوا على هذا الحكم وقالوا: هذه قسوة، كيف يذكر الجلد في كتاب الله وهو أخف، ولا يذكر الرجم وهو أعظم وأثقل؟ الرجم ليس من دين الله. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتل أحدكم فليحسن القتلة، وإذا ذبح أحدكم فليحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ده حيوان أعجم، نهاك أن تذبحه بسكين بارد، إنما قال: أحد الشفرة واذبح وأرح، لأن هذا من الإحسان. فيقولون: فيا عباد الله، أيكون الحيوان أكرم على الله من المسلم؟ يعني المسلم نضربه بالحجارة ممكن يموت في ساعة، في 2، في 3 ساعات يتعذب، والحيوان يقول لك أحد الشفرة وريحه؟ من الأولى أن يخفف عنه ومن الأولى إن إحنا نريحه؟ المسلم الموحد بالله ولا البهيم؟ هذا يناقض الرحمة. يبقى هذا يدل على إن الرجل ليس من دين الله. لو أني سألت بعض المستمعين: هل عندك رد؟ وقف ولا يستطيع أن يرد. وبعض الناس قد يستملح مثل هذه الشبهة ويراها دليلا وينكر حد الرجم، لكن بأقل قدر من التأمل يدرك الفرق، وألا تعارض بحمد الله بين الأدلة الصحيحة في دين الله. ما من شيء شرعه الله عز وجل إلا بحكمة. فقل لي أيها المعترض، ما هي الحكمة في تعذيب الحيوان؟ ما هي الحكمة؟ أنت تذبحه بسكين بارد، إيه الحكمة فيها؟ لا حكمة على الإطلاق سوى تعذيب الحيوان. لكن ما هي الحكمة في تعذيب هذا الزاني؟ قال الله عز وجل في الجلد لهذا الحد: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، مع إن الأصل الستر، من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. وأحاديث الستر كثيرة جدا، وفضل الستر على المسلم في أحاديث صحيحة كثيرة، فلماذا لم يستر عليه وقد أتى بما يشينه إلى يوم القيامة؟ زنا عار، الزنا وإن كان دون الشرك إلا أن الشرك لا يعير به، لكن يعير بالزنا.
ما عُيِّر إبراهيم عليه السلام أن أباه كان كافرًا، ولا عُيِّر نوح عليه السلام بكفر ابنه وامرأته، ولا لوط عليه السلام بكفر امرأته، ولكن يعير المرء بالزنا وإن كان دون الشرك لأنه عار. فهذا الرجل الذي زنى بامرأة لها زوج يمكن أن تخلط الأنساء، ما هي المرأة متزوجة وزوجها يأتيها، فإذا حملت من رجل غريب ما ارتاب أحد قط في أن هذا الولد ابن الغريب، إنما هو ابن هذا الرجل، فالجريمة فاضحة. ثم الميراث ثم الزنا، يخلط الأنساب ويصرف الميراث إلى غير مستحقيه فضعفت العقوبة عليه. فإذا رأى الرائي هذا الرجل وهو يعاني الموت ويضرب بالحجارة في رأسه، فإذا عرض له الزنا قال في نفسه: ذاك المنظر لا أنساه، كيف أفعل ذلك ولا أنسى صورة فلان؟ يكون هذا رادع أنه يرتكب، لكن تعذيب الحيوان الأعجم الذي خلقه الله لك لتأكله ما هي المصلحة فيه؟ فبعض الناس على هذه الأبواب يعرضون من الشبه ما يخطف قلوب الجهلة، يقول لك تعالى هذا الباب هو الوحيد الذي يوصل إلى الجنة، والثاني يقول له لا هذا كذاب وهذا ضال مضل أنا على الحق، الثالث يقول بالعكس أنا اللي على الحق وهم على ضلال. تخيل بقى الدوار الذي يصيبك وأنت تمشي وتسمع لكل هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم، ولهم لسان وعندهم شبه، وأنت ليس عندك شيء من العلم تميز به الباب الوحيد الذي فيه نجاتك. هل شعرت بحجم المحنة التي تعانيها وأنت تريد الجنة وتخاف النار؟ محنة جسيمة. طيب، هل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الفرق تركك سدى ولم يبين لك علامة الباب الوحيد؟ لا والله، ما مات إلا بعدما تم الدين وكملت النعمة، لكنه الاستهانة في طلب الحق هي السبب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في بيان الحق، بيّن لنا علامة الباب الوحيد الذي إذا درست هذه العلامة لا يشتبه عليك باب من هذه الأبواب، تمضي ولا تستمع لمن يدعو، إنما تنظر إلى العلامة التي تجدها على الباب فتدخل بغير امتراض. كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما عليه اليوم. أرجو أنكم تضعوا فوق كلمة اليوم 100 خط، هو ذا المنهج الحق. إذا اختلطت عليك المناهج ما عليه اليوم أنا وأصحابي، إذن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الباب. جاء رجل للإمام النسائي رحمه الله فقال: إن رجلا يتكلم في معاوية رضي الله عنه. فقال النسائي رحمه الله: إنما الإسلام دار والصحابة الباب، فمن نقر على الباب إنما أراد الدخول، ومن أراد الصحابة إنما أراد الإسلام. الصحابة هم الباب، وكلما بعدت عن هذا الجيل الفريد اختلطت عليك المناهج. ولنمثل تمثيلا واضحا للفرق بين هذا الجيل وبين الأجيال المتعاقبة. ارسم أمامك الآن في خيالك صورة هرم، مثلث حاد الزاوية، نقطة في رأس المثلث، وبعدين هذا ضلع وهذا ضلع. هذا الضلع هو الإسلام بنصوصه من الوحيين قرآناً وسنة، والضلع الثاني هم المسلمون. هذه النقطة التي في رأس المثلث هو القرن الأول،
والنقطة ليس فيها أبعاد لا طول ولا عرض. كلما بعدت عن هذه النقطة ونزل كلما ازدادت المسافة بين الضلعين، كلما نزل كلما زادت المسافة بين المسلمين وبين نصوص الوحي. طيب، أنت تريد أن يضيق هذه المسافات، اصعد إلى فوق. كلما صعدت إلى فوق كلما قلت المسافة، وكلما نزلت كلما بعدت المسافة. ومن أراد البحر استقل السواقية، من أراد الهدى بأقصر طريق وأيسره فليدرس مذهب القرن الأول. ما عليه اليوم أنا وأصحابي؟ إذن الصحابة هم الباب. لذلك هناك هجوم كاسح على هذا الجيل، لأنه إذا قل احترام الصحابة في نفوسنا ضاع الإسلام. هم الذين نقلوا إلينا الوحي وطبقوه. طعن على الصحابة، أبو هريرة حافظ الصحابة يطعن عليه في كتب تنشر في دور رسمي مثل دار المعارف، ينشر فيها رجل مارق كتاب اسمه أضواء على السنة المحمدية، وتنشره دار رسمية، يطعن على أبي هريرة ويصفه بالكذب، وإنه كان إذا واحد أعطاه سندويش يضع له حديث. ثم استمرت الحملة على أبي هريرة حتى الساعة، ولم يسلم حتى أشهر الصحابة وأزكاهم، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أبي بكر الصديق. أيطعن على مثل عمر؟ إذن بقى رحمة الله على عبادة بن الصامت ومحمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة، ليس لهم جماهير. عمر بن الخطاب له جماهير المسلمين يحبوه ويعلمون سيرته. لما واحد يطعن على عمر بن الخطاب ويصف أنه هو كان يلعب بأموال المسلمين وكان رجلا متبعا لهواه، يبقى لما يكفروا المغيرة بن شعبة لا طريق للمغيرة. كتاب ينشره مارق أيضا يتكلم عن الصحابة وأن كل حياتهم كانت جنس. يقول لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطر، اسمع الكلام، اضطر أن يسمح للجنب بالمرور في المسجد، لأن كلهم كانوا على جنبة مستمرة إلا في وقت الصلاة. من الذي فتح الفتوحات؟ ومن الذي أدب الروم وفارس؟ ومن الذي علم الخلق العلم؟ رجل ينام على بطن امرأته 24 ساعة؟ هو الصحابة كانوا كذلك؟ وينشر الصحابة في مجتمع يثرب، صورهم انهم كانوا جماعة، كلهم كانوا يجرون خلف النساء. ويقول لدرجة ان ابن الخطاب، يقول ابن الخطاب الذي يقول قللوا المهور وردت عليه امرأة، لما حب يتزوج ام كلثوم دفع لها 40,000 درهم. ما هو اصل الحكام؟ ده كلام هو. الحكام طول عمرهم في كل زمان ومكان يقولون شيئا ويفعلون شيئا اخر. ابن الخطاب، ها، حس بالغل والغيظ وهو بيقول ابن الخطاب، لا رضي الله عنه ولا يحزنوه. ابن الخطاب اللي عمال يطعن للمسلمين قللوا المهور، بيدفع 40,000 درهم عشان يتجوز بنت علي بن ابي طالب، وعلي بن ابي طالب يقول له البنت صغيرة، صغيرة، وعقيل يعارض والحسن يعارض، ولكن السلطان وكان عمر معاها العطاء وبيت المال وخافوا يقطع عنهم الرواتب وبتاع، فتحت ضغط المال والسلطان والبتاع قبل ان يزوج عمر. وليس هذا فقط، بل من شدة الشبق شهوة عند عمر ابن الخطاب، اول ما رحت بالبنت انكشف عنه، ما استحملش وصبرش حتى عشان تبقى مراته، قام على طول كشف رجلها
الكلام ده يقال عن عمر في بلد دينها الرسم الإسلام؟ يريدون أمتنا ثلة من الغلمان بلا رؤوس؟ إذا لم يكن عندنا مثل عمر وأبي بكر وتمام العشرة والعبادلة فلا نسهم شيئا على الدنيا. هذه هي نقطة الضوء الوحيدة في حياتنا. إذا تفاخرنا أمام الأمم كلها ليس عندنا إلا هذا الجيل الذي نفاخر الناس به، ومع ذلك فكل بحثه مبني على روايات منكرة. رواية أصابت امرأة وأخطأ عمر منكرة، ليس لها إسناد صحيح، بل رواية كشف عمر بن الخطاب عن ساق أم كلثوم لم تصح أيضا. سلمنا أنها صحت فليس فيها ما يعيب عمر، والقصة كالآتي: قال عمر بن الخطاب لعلي بن أبي طالب: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل نسب مقطوع إلا نسبي، وكل سبب مقطوع إلا سببي، فأريد أن يكون لي سبب ونسب مع النبي عليه الصلاة والسلام إنه يتزوج بنت علي بن أبي طالب. إذن الدافع لعمر ما كان شهوة، كان أمير المؤمنين، ولم تكن أم كلثوم أجمل النساء، ولو أراد عمر أن يتزوج لوجد كثيرا من النساء المسلمات الأجمل والأحسن، لكنه أراد أن يتزوج لهذا العلم، وهذا هو الظن بعمر. روى ابن أبي الدنيا في كتاب العيال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: إني لأكره نفسي على الجماع، فجاء أن يخرج الله مني نسمة توحده. أكره نفسي على الجماع، رجل المثقل بالهموم، النساء آخر حاجة عنده، الرجل الذي يتفتت كبده إذا لقي الله ماذا يقول له في هؤلاء الرعية، إنما يأتي النساء الفارغ فارغ، إنما المهموم أقل الناس في ذلك. ومع ذلك يقول: إني لو أكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله من صلبي نسمة توحده. فلو أراد عمر أن يتزوج للشبق والشهوة وهو حلال له لا يعاب به لوجد غير أم كلثوم أجمل وأحسن، لكنه أراد لهذه العلة وهو الظن بعمر. فقال علي بن أبي طالب: إنها صغيرة. فقال له عمر: إني أريد أن يكون لي سبب ونسب. فقال علي رضي الله عنه: سأرسلها إليك فإن أعجبتك فهي امرأتك. يبقى تم العقد أم لا؟ وافق الولي، إذن صارت امرأة له وإن لم تعلم هي، ما يضر، هي ما تعلم. لكن علي رضي الله عنه قال: سأرسلها إليك فإن أعجبتك فهي امرأتك، وهي عجباء بطبيعة الحال، هي إعجاب والطلب متقدم، صارت امرأته إذن. فلما دخلت عليه كشف عن ساقها، أيعيبه ذلك؟ رجل يكشف عن ساق امرأته أيعيبه ذلك؟ لكن أم كلثوم ما كان عندها علم، فقالت له: لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عيني. ورجعت إلى أبيها فقالت: إنك أرسلتني إلى شيخ سوء فعل كذا وكذا. فبما أجاب علي؟ قال: أي بنيتي هو زوجك. خلاص، إذن ليس هناك أي ريبة في فعل عمر بإقرار علي بن أبي طالب: أي بنيتي هو زوجك. الكلام ده على قبض صحة الرواية، لكن الرواية منكرة أيضا، هي ما صحت، ولو صحت ما كان فيها شيء يعيب عمر. فإذا طعن على مثل عمر في بهائه ومكانته وعلوه فكيف بالصحابة الباقين؟ الحرب على الصحابة قائمة على قدم وساق، والمقصود إن هم يسقطوا هذا الجيل
حتى لا يجد المسلمون في أيديهم من يتأسون به، هو ذا المقصود، ولهم في ذلك أساليب خبيثة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. فجمعوا هدايا كثيرة، وكان من أعجب الهدايا التي يحبها النجاشي الأدب، والأدب هو الجن. فجمعوا له أدبًا كثيرًا، وكل بالطريق من البطاريق، أو البطريق هو كبير الأساقف، كل بطريق جهزوا له هدية، وجهزوا طبعا للنجاشي باعتباره الملك هدية مخصوص، ولكن قالوا لهما الآن: ما تديش الهدية للنجاشي الأول لأنك أنت كده هتموته، لكن ادفعوا إلى كل بطريق هديته أولا، البطانة والحاشية اللي هي بتتخذ القرارات، بطانة اللي هم الدخلاء الذين يعرفون بواطن الأمور. هو الوالي بيعرف في كل حاجة، هو الوالي بيفهم بالاقتصاد والسياسة والكور، من الذي يشير عليه؟ البطانة، البطانة الاقتصادية هم الذين يشيرون. والله احنا نغطس الجنيه لان كده احسن له، ويبقى المرحوم بدل ما يموت في طيس، وهو ده الكويت، خلاص يبقى نغطس الجنيه. مين اللي عمل الحدوته دي؟ البطانه. خلاص النهارده احنا عايزين نحارب اعدائنا، نعمل خطه عسكريه، خطه محكمه. اللي بينتصر في الحقيقه قرار البطانه، وان كان في النهايه التوقيع يكون للوالي، عشان كده كل شيء ينسب اليه، وده شيء طبيعي، شيء طبيعي، يعني ليس بمنكر وليس بغريب ان ينسب الشيء للوالي. ليه؟ لان توقيعه النهائي هو الذي امضى الخطه، وده قديم، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه البخاري في كتاب الحدود في باب رجم الحبلى من الزنا. لما ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرجم، وانه يخشى اذا تطاول بالناس زمان ان يقول قائلهم: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الا وان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم، ورجم ابو بكر ورجمت، فهل تولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم زان بيده؟ مسك حجر وضربه؟ ابدا ما حصلش، انما قال اضربوه، فكل واحد قال بحجر وضرب. فيقول عمر: رجم رسول الله، اي رجم عن امره، ورجم عن امر ابي بكر، ورجم عن امر عمر. كذلك يقول الوالي: انا انتصرت في الحرب، ولم يباشر القتال بنفسه، ولم يباشر وضع الخطه بنفسه. فالبطانه هم الذين يفعلون كل شيء. فمن الخطير جدا جدا ان تكون البطانه سيئه، ولذلك قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون. فهل الامه عقلت عن الله عز وجل مثل هذا التحذير؟ المستشارون يهود او نصارى او مجوس في بلاد المسلمين في شتى مناحي الحياه، الخواجه هو الخبير، ويقدم عقله وقراره على عقول أبنائنا، وهم أذكى منه وهم أفضل منه، لكن إحنا عندنا كما يقال قديما عقدة الخواجة. هذه بطانة. الله عز وجل الذي خلقنا وخلقهم ويعلم ما تكن صدورنا وصدورهم يقول: لا يألونكم خبالا، يعني لا يقصرون في إعناتكم وفي إخبالكم وفي إيقاع الفساد بينكم وفيكم سماعون لهم. أوضح كلام الخواج حتى في الكرة، الكرة نفسها، يعني حتى مش عارفين نلعب
يعني لا جد عارفين ولا لعب عارفين. شوف المهانة والمهزلة. وطبعا ده مش معناه انا بشجع الكرة، انا بقول الكرة والكلام ده عشان مش حد يفهم غلط، لكن لا في جد ولا في هزل. والخواجة في كل مناحي الحياة في بلاد المسلمين، وهذا هذه شهادة الله عز وجل فيه لا يألونكم خبال. وعلشان يعرف انت وصلت لفين وانتاجك وصل لفين وتخطيطك للمستقبل شكله ايه، عملوا شهادة اسمها شهادة البيزو. انا بسميها كده، هما يقولوا البيزو، انا مش هبقى شهادة البيزو. ليه؟ لانهم عرفوا انتاجنا وتخطيطنا للسنوات القادمة. فمن السهل جدا انه يقتلك في مهلك، ينزل بضاعة احسن من بضاعتك وارخص، يعمل ماس كهربائي زي بتاع البطاطس العشر مرات يولع في المصنع مثلا كله، ويعرف انت واصل لفين. اصبحت هذه الدخيله بطننا بره، مصارينا طلعت بره. والله عز وجل يقول لا تتخذوا بطانه من دونكم، من دونكم يعني من غير دينكم، ليست على مذهبكم، قد بينا لكم الايات. بينا يعني ليست مساله خفيه، وقد بيناها بلسان عربي مبين ان كنتم تعقلون. فالبطانة دي أخطر حاجة في الدنيا، البطانة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري في كتاب القدر وفي كتاب الأحكام من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ما بعث الله نبيا ولا استخلف من خليفة إلا قيض له بطانتين، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. المعصوم من عصم الله. ليه؟ قال لك لأن البطانة لها سحر لا يكاد يفلت منه أحد. يفتلوا على الحبل والغالب، يفتلوا على الحبل والغالب. البطانة مسألة خطيرة، الدنيا كلها مبنية على حسن البطانة أو على سوء البطانة. فإذا البطانة يا أخوانا بطانة خطيرة، أخطر أنواع هذه البطانة كلها الشيطان. الشيطان ده أسوأ بطانة. قال الله عز وجل أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. اللي بالك من الآية دي انت بتقراها كتير لكن فيها معنى، أفتتخذونه وذريته أولياء من دونه. فخلي الشيطان ده ابن حلال، ها، وجدع ونبيل، لما تحطه ضر ربنا يوزنوا بعض. دي المرحلة الأولى. دي المرحلة الايه؟ الأولى. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، يعني ينفع تحطه بقى ربك كله قال تكتب خلاص، يعني أنت مش موافق. طيب خد الثانية بقى وهي باقعة ولاهية، ده مش ابن حلال، ها، وهم لكم عدو. يعني لو كان حتى ابن حلال ما ينفعش تحطه قدام ربنا وتختاره وتسيب ربنا، فما بالك وهو عدو. ومع ذلك صار أكثر أهل الأرض قوادين له يحصبون في هواه، فحينئذ ما يستحقوش إلا الواحد يدعي عليه. بئس للظالمين بدلا. والله أخذته واخترته برغم إن أنا دردت لك المسألة أهو، يعني هو لو كويس ما ينفعش تختاره وتسيب ربنا، فكيف إذا كان عدوا ومع ذلك اخترته برضه؟ بعد ما قلت لك ان عدو كمان خلاص بئس للظالمين بدلا. وما منا من احد الا وله شيطان، كما في حديث عائشه رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي فغرت، فلما رجع فراني اي غير، قال ما لك يا عائشه اجاءك شيطانه؟ فده يدل على ان الغيره من الشيطان، لأن الغيرة من الغل. الغيرة نوع من أنواع الغل. أجاءك شيطانك؟
احنا عايزين النسوان يتعلموا نسوان اللغه العربيه خص مش يعني لفظه مبتذله عايزين النسوان يتعلموا اجاءك شيطانك ما قالتلوش نعم انما غيرت الكلام قالت يا رسول الله اوليس لك شيطان خلصت مسألة الرجل يقول للست يا ست اعمل معروف يا ست ما تنفذيش عفريت بتلعب في وش طب غوري من وش السعاده تقول له لازم تطلق لو راجل طلق ما انت عمال تقول لي حب الشارب وانا اصلا عارفه اني ما قالكش شارب لاني مش ابن ابوك ها اغرم شغلتك كده وقول انت طالق لو راجل ابن راجل يا ست اعملي معروف يا ست اغزي شفاه لا مش اغزي لازم تطلق دلوقتي تقول لو راجل طب نغير الكلام لا نخلص الموضوع الاول يا ست انا راجع من الشغل بقالي 12 ساعه شغال نفسي انام دماغي عايز انام 3 ساعات عشان ارجع اشتغل عشان اجيب فلوس عشان اشتغل في العلف اللي انا شغال فيه ها؟ أبدا لازم تكمل الموضوع. شوف يا سيدة عائشة غيرانة وباين عليها علامات الغيرة، النبي صلى الله عليه وسلم شافها كده أجاءت شيطانك، خلصت الموضوع على طول، طالما رجع خلاص. رجع ويشدده خلاص انتهى الأمر. قالت يا رسول الله أوليس لك شيطان؟ قال بلى. يعني أنا لي شيطان أنا كمان. ولكن الله أعانني عليه فأسلم. فلا يأمرني إلا بخير. إحنا لنا شياطين والنبي صلى الله عليه وسلم الذي أسلم على يديه الجن والإنس ما كان ليعجزه شيطان فربنا عز وجل تفضل عليه وجعل قرينه مسلما. يبقى أنت في شيطان ماشي في ركابك دائما لا بطانة بقى. الشيطان ده شغال على طول في حاجة معينة كده. وردت في حديث ابن مسعود الذي رواه الترمذي من حديث أبي الأحوص سلام بن شريك الحنفي عن عطاء بن سابع مرة بن الطيب مرة الهمداني يعني عن ابن مسعود. والترمذي حسن هذا الحديث مع الغرابة قال حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي الأحوص. وطبعا هو يعني هذا الحديث الصواب فيه أنه موقوف يعني ليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه موقوف على ابن مسعود يعني الكلام كلام ابن مسعود أو الأحوص رفعه وخالف أبا الأحوص في رفعه جماعة من الثقات منهم جرير بن عبد الله جرير بن عبد الحميد الضبي ومنهم إسماعيل بن علية ومنهم موسى بن إسماعيل التبوذكي كل الجماعة دول رووا هذا الحديث عن عطاء بن السائب عن مرة الطيب عن ابن مسعود أنه قال. وطبعا يعني أنا لا يعني أعصب المسألة بأبي الأحوص وحده ولكن عطاء بن السائب كان اختلط فيعني كل هؤلاء حملوا عنه الاختلاط فربما وهم عطاء بن السائب رفع الحديث مرة وربما وقفه مرة لكن جانب الوقف أقوى والعلماء يقولون إذا يعني حصل اختلاف الحديث وقفا ورفعا فالأخذ بالأقل هو الأحوط والأقل هنا الوقف ولا الرفع الوقف بلا شك. فهذا كلام ابن مسعود ومع أنه كلام ابن مسعود إلا أنه له حكم المرفوع إذ مثله لا يدرك بالرأي. قال إن للملك بابن آدم لمة وإن للشيطان لمة. اللمة أي المنزل القريب يعني أنت قاعد في بيتك أهو يوم الشيطان يقوم جاي ساكن جنبك على طول. فلمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق ولمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك أي من وجد لمة الملك فليحمد الله عز وجل ومن وجد لمة الشيطان فليستعذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. ثم قرأ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. يبقى إذا الشيطان له جولات متكررة معاه ويلبس لك ألف وش بحيث ما تعرفوش أنت رجل تقي ها يقوم لابس لك وش الدقن لحد السرة ويركب لك زبيب الصدر ويركب لك هنا خطين أسودين. إيه السواد ده منين؟ أصل أنا بعيط على طول كتر البكاء من خشية الله ويمسكه سبح. أنت لما تلاقي واحد مقابلك والكلام ده له ادعي لنا يا مولاي
ها بركتك يا مولانا. اتاني هو مين؟ ارجع بس ورا وانت تشوف ديل، ها ثم تعرفه على طول. لو ان واحد من عباد الله الاخيار اول ما شافه كده وربنا منور بصيرته وكشف الوش ده هو، ها يقوم لابس له وش ناس، وهكذا يفضل يقلع في وش ويلبس وش. المهم انه يغتالك او على الاقل يعطلك، فلا تصل الى منزلك في الوقت المحدد. الوقت المحدد اللي هو ايه؟ اللي هو حياتك، حياتك الدنيا، عمرك. فيعطلك يوقعك، تقع على وشك، تقع تعالى بتقعد تعمل كده وكده، اديك اتعطلت دقيقه خلاص، لانه مش عارف يغتالك. فالشيطان بطانه سيئه جدا، وله وسوسات وله شغل كتير جدا جدا، يعني ذكرنا في يعني الدروس المتناثره التي ربما يعني سمعتموها بعضا من مكايد هذا الشيطان. وقال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم اولياء. لا يجوز ان تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. احنا ليل نهار بنطالب مجلس الامن يتخذ قرارا. ارايت خذلانا وخطلا في العقل وضعفا في التفكير اكثر من هذا؟ بل كلمه ممجوجه ما عاد الانسان يطيق سماعها كل شويه: مجلس الامن، وهم عاجزون عن اتخاذ شيء. احنا بنقول يا اخوان هؤلاء، وطبعا الداء قديم، يعني القرطبي وهو بيفسر الايه دي: استرجع وحوقد لكثرة الكافرين الذين اتخذهم الولاة أمناء وكتباء وخزناء. فالعلة قديمة جدا، ومن العسير جدا أن نزيلها بمجرد كلمة أو بقرار يقال أو بكتاب يكتب. فدي علة تحتاج إلى أمة كاملة تقوم قومة واحدة لتقلع جذور الفساد. فالكافر لا يؤتمن مطلقا، ولا ينبغي أن تأخذ منه شيئا أبدا إلا ما تعتقد أنه يرفعك، وتكون على حذر أيضا منه. البطانة الثالثة بطانة السوء من بني آدم الذين يزينون السوء. هو الفتوة ده مش واحد زي أمريكا مثلا. ده أمريكا دي يا إخوانا ليست دولة قوية. أنا لا أقول هذا يعني عشان أستثير عواطفكم، أنا كلامي كلام علمي وكلام واقعي. أمريكا ليست دولة قوية، جنودها مصابون بالشذوذ الجنسي، جنودها من عبدة الدنيا، جنودها لا يعرفون صناعة القتال، إنما يفضل طاير في الهواء ويدمر تحت. إذا المسألة كانت مسألة جس بس نبض عشان نعرف ونقلم الأظهار. ادخل ديار المسلمين وادخل ديار الكافرين، لا تكاد ترى فرقا في الشوارع ولا في المطارات ولا في المحال ولا في المتاجر. تبرج وعري زي تبرج عري. فنحن ليس عندنا شيء من أسباب النصر، ولكن إذا كنا جادين وعازمين ونحب الخير لأمتنا ونريد أن نمكن لدين الله عز وجل في الأرض، والتوينا بجد وإخلاص أن نهاجر الهجرتين اللتين لا بد لكل مسلم عنهما في كل نفس: هجرة إلى الله عز وجل بتوحيده والإخلاص له وحسن التوكل عليه والإنابة له تبارك وتعالى والخوف منه والرجاء فيه والإقلاع عن الذنوب، مع هجرة أخرى وهي متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يأمر به، لا نخالفه في دقيق ولا جليل، ولا نقدم قول أحد على قوله كائنا من كان هذا القائل. هاتان هجرتان لا بد للمسلم منهما في كل نفس. إذا نحن هاجرنا الهجرتين هاتين في كل يوم وعزمنا على تحقيق العبودية، لعل الله تبارك وتعالى أن ينظر إلينا وأن يمكن لنا وأن ينصر هؤلاء المستضعفين على هؤلاء الكفار الصليبيين المفترين.
وليس ذلك على الله العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا، وانصُرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادةً لنا في كل خير، واجعل الموت راحةً لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا.